مرحبا بكم إلى السباق الرئاسي، الموعد اليومي مع أخبار انتخابات الرئاسة الأمريكية. باق أقل من شهر على انتخاب الرئيس القادم. في حلقة اليوم نبحث القضايا التالية: ترامب يتجاهل فضيحة الشريط المسرب ويشن هجوما كاسحا على عائلة كلينتون. المرشحة الديمقراطية تتفوق على منافسها الجمهوري في المناظرة الثانية وقبل الأخيرة. حركات ترامب الجسدية تثير موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي. مشاهدين، هذه المواضيع نتابعها مع الزملاء في الولايات المتحدة. بداية بيير غانم من استوديو العربية في واشنطن. مناظرة ثانية بدون مصافحة ومحتدمة بين ترامب وكلينتون، واحتدمت أيضا لأن ترامب هاجم بيل كلينتون ووعد بإرسال هيلاري كلينتون إلى السجن لو أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. نادية البلبيسي الموجودة أمام البيت الأبيض. كلينتون تتفوق مجددا على ترامب في المناظرة الثانية. نعم صهيب، المرشحة الديمقراطية تتفوق على دونالد ترامب دون أن توجه له ضربة قاضية تقصيه من السباق رغم الفضيحة الأخيرة. ومع منى الشقاقي من واشنطن، لغة الجسد في هذه المناظرة الرئاسية وموقف الناخبين منها. حركات ترامب الجسدية خلال المناظرة الثانية أثارت موجة من السخرية والدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. إذن انتهت المناظرة الثانية بين المرشحين للسباق الرئاسي الأمريكي، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، بعد سجال عنيف وهجوم كاسح شنه ترامب على منافسته هيلاري كلينتون رغم فضيحة الشريط المسرب الذي أهان فيه كرامة المرأة. المناظرة بدأت ولأول مرة في التاريخ الأمريكي بدون مصافحة بين المرشحين، لكنها سجلت نسبة مشاهدة أقل من المناظرة الأولى بواقع نحو 20%، أي ب84 مليون مشاهد. كانت هذه مناظرة غير عادية، بدأت بدون مصافحة تقليدية بين المرشحين للرئاسة الأمريكية، وحضرتها نسوة تتهمن بيل كلينتون بالاعتداء عليهن، وانزلقت بسرعة إلى سؤال المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن كلامه المسيء للنساء. أعتذر لعائلتي، أعتذر للشعب الأمريكي، بالتأكيد كان هذا كلام غرفة تبديل الملابس. ففضيحة التسجيل الصوتي التي بدأت يوم الجمعة تسببت بزعزعة حملة المرشح الجمهوري، وثبتت صورته كرجل ثري وشهير لا يحترم النساء، وهذا ما حاولت منافسته هيلاري كلينتون أن تؤكده. يقول إن الفيديو لا يمثله، لكنني أعتقد أن الواضح لكل من سمع أن التسجيل يعبر عنه. حاولت كلينتون أن تلبس ترامب صفات عديدة، من تهربه من الضرائب عن طريق استغلال فجوات في القانون، وصولا إلى التفرقة ضد المهاجرين اللاتين، بالإضافة إلى دعوته لمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. إنه قصر نظر وخطير أيضا الانخراط في كلام ترامب الغوائي عن المسلمين. نحن نحتاج للمسلمين معنا على خط المواجهة. ترامب وهو يتعرض للهجوم أبدى تشددا إضافيا في مواقفه، بدءا من قضية المهاجرين واللاجئين المسلمين، وصولا إلى اتهام كلينتون بأنها استمرار لسياسات الرئيس الحالي باراك أوباما، ولامها على التراخي في تعزيز النفوذ الأمريكي في العالم والفشل خلال 30 عاما في إنجاز إصلاحات أو تغيير. لو فزت سأمر المدعي العام بتعيين محقق خاص للنظر في وضعك، فلم نرى أبدا كذبا وتضليلا بهذا القدر، لم يحدث هذا من قبل، وسنعين محققا خاصا. وهددها أيضا بإرسالها إلى السجن. بنهاية المناظرة كان ترامب في موقع الهجوم، ويحول انتباه الأمريكيين إلى سجل هيلاري كلينتون، ويتهم مقدما المناظرة بسوء معاملته. ومع الصباح شعر مؤيدو ترامب أن مرشحهم ما زال قويا، وتوقف سيل الهروب من المرشح الجمهوري، والمنافسة ما زالت مفتوحة على مصراعيها. بيير غانم، العربية، واشنطن. وبيير معنا على الهواء مباشرة من استوديو العربية في واشنطن. بيير، إذن هل يمكن القول أن ترامب نجح في وقف تداعيات فضيحة التسجيل المسرب عنه؟
بدون شك أن ترامب نجح في وقف التداعيات، ولو نظرنا إلى الساعة والنصف من هذه المناظرة بدأت أولا بالاعتذار، ثم ابتعدت عن قضية الفيديو المسجل والمسرب، وبالتالي أدار ترامب الطاولة وشن هجوما قويا على هيلاري كلينتون ووجه لها اتهامات عديدة، فشلت في رد الاتهامات في أغلب الأحيان، وفشلت أيضا في توجيه اتهامات جديدة له، وبالتالي تمكن من الخروج من الفجوة التي دخل فيها، تمكن من وقف الانحدار في معركته الانتخابية، أثبت لمؤيديه أنه شخصية قوية، خصوصا أنه تحت الضغط يكون شخصية قوية، ووجه أصابع الاتهام إلى منافسته هيلاري كلينتون، ويريد أن يتابع بذلك. نعم، كيف يمكن أن نصف وضع ترامب الآن بعد المناظرة الثانية بيير؟ أعتقد أن ترامب نستطيع وصفه الآن ومع حملته بأنه في أسفل السلم، المجال مفتوح أمامه ليحاول جمع الحزب الجمهوري من حوله مرة أخرى، ربما يفشل في ذلك، خصوصا أن رئيس مجلس النواب أعلن قبل قليل أنه لن يدخل في مهرجانات انتخابية مع ترامب ولن يدافع عن مواقف ترامب، الكثيرين من الذين تركوه لن يعودوا إليه، ولكن المجال يبقى مفتوحا أمامه، خصوصا أن المستقلين قسم منهم ذهب إلى هيلاري كلينتون لأنه لا يحب ترامب أو لأنه بدأ يشكك بترامب، أمامه 4 أسابيع ليتابع التشكيك بمنافسته هيلاري كلينتون ويحاول استجلاب الآخرين باتجاهه. المعركة أمامه أصعب من أي وقت آخر، لكن 4 أسابيع في الحياة السياسية الأمريكية هي عمر طويل. شكرا لك بيير. I think there was a winner, to be completely honest. I think it was almost exactly like the first debate. The fact is that Donald Trump performed a lot more better than he did, and he actually put Hillary Clinton at the defensive this time. He's not the greatest debater. You know, it's not his strength. But I thought he did well. Every time Hillary Clinton tried to bring up the tape that unfortunately came out a day or two ago, he just reminded her, hey, your husband has a track record that far exceeds anything I've ever said. كلينتون بدت مرتاحة بعد المناظرة، فيما عبرت حملتها قبل ذلك عن أسفها لمواصلة ترامب مسيرته للوصول بالسباق الرئاسي إلى هذه المرحلة من الحضيض، خاصة عندما هاجم بيل كلينتون واتهمه بالاغتصاب. Okay, I feel great. I feel absolutely great. Nothing surprises me about him, really, Dan. I was surprised by the absolute avalanche of falsehoods. I mean, I really find it almost unimaginable that someone can stand and just tell, you know, a falsehood after a falsehood. And, you know, do you all remember PolitiFact said that he was the most untruthful candidate they'd ever evaluated? And we sort of did the numbers. I think they said he was like 70% untruthful. And so I think he exceeded that percentage tonight. ولكن ماذا تقول الاستطلاعات؟ الاستطلاعات الفورية مشاهدين بعد المناظرة مباشرة قالت إن كلينتون تفوقت بالفعل أيضا هذه المرة على دونالد ترامب في هذه المناظرة، الذي واجه صعوبة بسبب تصريحاته المهينة للنساء. المستطلعات أراؤهم قالوا إن كلينتون لم تتمكن من توجيه ضربة قاضية لترامب، وبلغة الأرقام فإن كلينتون حصلت على 57% من الأصوات مقابل 34% اعتقدوا أن ترامب هو من فاز بالمناظرة. استطلاع لمعهد يوغوف أعطى كلينتون نصرا أقل بنسبة 47% في هذه المناظرة الثانية مقابل 42% لدونالد ترامب. أما استطلاع آخر لشبكة CNN التي قال دونالد ترامب سابقا إن لا أحد يشاهدها، فقد أعطت CNN ما نسبته 62% مقابل 27% لدونالد ترامب في هذه المناظرة الثانية.
نادية البلبيسي معي من البيت الأبيض. نادية، أخبريني على أي أساس تعتبر كلينتون هي الفائزة بهذه المناظرة الثانية أيضا؟ صهيب، حتى بعض استطلاعات الرأي ربما رأت بأن المرشحين كان بينهما تعادل وليس فقط تفوق كلينتون في بعض استطلاعات الرأي كما ذكرت. أولا ربما لأن لديها أهلية لأن تكون بالفعل الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة، لديها الخبرة وأظهرتها في هذه المناظرة. كما تعرف هي يعني تعرف خبايا وتفاصيل السياسة الخارجية، ورأيناها عندما سئلت عن الموضوع السوري بأنه بالفعل كانت لديها معلومات عندما تحدثت عن حظر للطيران وأماكن آمنة ودعم للمعارضة، بينما ترامب حاول أن يتهرب من الإجابة وذهب إلى العراق بدلا من أن يبقى في الموضوع السوري. عدا على أنه هي بالفعل كما تعرف خبرتها تتحدث عنها. إلى جانب ذلك أيضا ترامب هو مرشح ضعيف جدا. وبالتالي عندما اضطر أن يدافع عن نفسه بالنسبة لهذه الفضيحة المسربة الأخيرة، فهي يعني ظهرت وكأنها بالفعل التي تتحدث عن الأشياء التي تهم الناخب الأمريكي ولا تدافع عن موضوع كما سمعنا ولكن نادية عنه بأنه كان سجالي. رغم خبرة هيلاري كلينتون الكبيرة التي تتحدث عنها كما ذكرت ومشوارها الطويل بالمقارنة مع دونالد ترامب، إلا أنها لم تستطع أن تقضي عليه، لم توجه ضربة قاضية أيضا لدونالد ترامب في هذه المناظرة. لماذا؟ هذا صحيح، ربما لم تستطع أن تكتب شهادة وفاته السياسية إذا أردت، لكن هو استطاع أن يوقف نزيف الدم، أن يوقف ربما هروب الجمهوريين منه كما تحدث بيير. لكن بشكل عام يعني أعتقد بأنه كنا نتوقع أن يكون أداؤه سيء جدا، وخصوصا بعد هذه الفضيحة، وشعرنا بالتوتر على فكرة الاثنين، وخصوصا بأنه أحضر بعض النساء الذي قال بأن زوجها بيل كلينتون تحرش بهم، وبالتالي كان هناك جو من القلق، وخصوصا أنه بدأ مكهرب نوعا ما، لم يكن حتى هناك مصافحة كما تحدثنا. لكن هي لم تقضي عليه لأنه بالفعل كان أداؤه جيد واستطاع أن يوجه لها تهم حقيقية بالنسبة لعدم شعبيتها، وخصوصا بالنسبة للإيميلات وبالنسبة لعدم مصداقيتها مع الشعب الأمريكي. شكرا نادية. ومشاهدينا، السباق مستمر فيه بعد الفاصل. الملابس الوردية لميلانيا زوجة ترامب خلال المناظرة الثانية تلفت انتباه وسائل الإعلام الأمريكية. مرحبا بكم من جديد، أنتم تتابعون السباق الرئاسي. لغة الجسد التي يركز عليها المتابعون خلال المناظرات الرئاسية الأمريكية خاصة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب حظيت بضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ما لبثت أن تحولت إلى موجة من السخرية. نتابع. حركات ترامب الجسدية في المناظرة تثير الدهشة في وسائل التواصل الاجتماعي. المناظرة الرئاسية الثانية سيطرت على نشاط مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية، لكن لغة ترامب الجسدية بالتحديد أثارت دهشتهم. تحرك ترامب جيئة وذهابا طول المناظرة، بل ووقف خلف منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ما أثار موجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. مستخدمو موقع تويتر علقوا على لغة جسد ترامب، وقال البعض إنه بدا وكأنه يطارد كلينتون على المسرح، واصفين حركاته بالغريبة والمخيفة. أما منافسته فاستندت إلى كرسيها بانتظار دورها للإجابة على الأسئلة. كان المكان ضيقا جدا، حاولت أن أعطيه مساحة عندما كان يتحدث إلى الناس وشعرت بحضوره. وأظهر تحليل أجرته شركة براند واتش لمعلومات التواصل الاجتماعي للتغريدات على تويتر أثناء المناظرة أن المشاعر تجاه أداء ترامب كانت سلبية بنسبة 67%، في حين سجلت المشاعر السلبية تجاه أداء كلينتون 58%. أرفد الجنابي، العربية. منى الشقاقي معنا من واشنطن. منى، ما الذي قالته لغة الجسد لدى دونالد ترامب الليلة الماضية في المناظرة؟
نعم، كان على غرار الممثل الشرير في فيلم الرعب الذي يحاول شيئا فشيئا الاقتراب إلى فريسته كما قال الكثير من المراقبين. أما خبراء لغة الجسد فهم يحبون هذا النمط من المناظرات على غرار ما يسمى بالتاون هول، لأنه يسمح للمرشحين بالحركة. هناك الكثير من المادة الدسمة لهؤلاء المحللين، ليس هناك منصة يعتمد عليها المرشح. هم لاحظوا بالنسبة لدونالد ترامب أولا أنه كان يقترب كثيرا من هيلاري كلينتون بشكل يعني زاد من صورته بأنه هو بلطجي. من ناحية أخرى هو أيضا كان يتحرك ذهابا وإيابا، الأمر الذي يكشف على أنه هو متوتر ويحاول التغلب على التوتر. هو أيضا كان يتنهد ويتنشق بصورة يعني بصوت عالي جدا، الأمر الذي طبعا كان قد فعله خلال المناظرة الأولى. صحيح. ولكن في ذلك الوقت كان قد لام الميكروفون، هذه المرة يبدو أن الميكروفون ليس هو المشكلة، رغم أن دونالد ترامب لا يقوم بهذا النوع من التنهد والتنفس خلال يعني عملياته أو خلال ما يقوم به بشكل عام أو ترامب. إذن كما ذكرت بدأ مثل التلميذ المشاغب في هذه المناظرة. ماذا عن هيلاري كلينتون؟ تحديدا صهيب، هيلاري كلينتون ما كانت تفعله كما لاحظ الكثير من المحللين أنها عندما كانت تتحدث كانت تقف أمام دونالد ترامب، وعندما كانت تفعل ذلك فكانت تخفف من عدد المرات التي كان يقوم فيها بمقاطعة هيلاري كلينتون. الكثير من المحللين قالوا هذا بالضبط ما يقوم به يعني معلمو المدارس عندما يكون الطالب مشاغب. من ناحية أخرى هناك شيء آخر لاحظه المحللون، وهو فشل هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في التواصل مع المرأة المسلمة التي سألت السؤال عن معاملة المسلمين الأمريكيين. الشخص الوحيد صهيب الذي استطاع أن يتواصل معها بشكل صادق وجدي كان بيل كلينتون، الذي توجه إليها وأصبح يتحدث معها ويسألها أسئلة بعد أن انتهت المناظرة، وعندما توجه جميع أفراد العائلة أفراد عائلة المرشحين إلى إلى المنصة. نعم، منى شقاقي من واشنطن شكرا جزيلا لك، وبيير غانم من استوديو العربية في واشنطن، ونادية البلبيسي من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لكم جميعا. ومشاهدين، استطلاعات الرأي بعد فضيحة تسجيل ترامب أعطت المرشح الديمقراطي المزيد من النقاط، وبلغ الفارق في المتوسط أكثر من 6 نقاط، هذا طبعا دون الأخذ بالحسبان نتائج المناظرة الثانية. بعد الاستطلاعات لم تظهر بعد هذه المناظرة، إذن بحسب الاستطلاعات فإن كلينتون لديها 44% من الأصوات مقابل 38% لدونالد ترامب. وعلى مستوى الولايات الحاسمة مشاهدينا التي ما زالت كلينتون تحصدها الواحدة تلو الأخرى، فليس أمام المرشح الديمقراطية سوى 10 أصوات، أي 10 مندوبين في المجمع الانتخابي حتى تصبح رئيسة للولايات المتحدة. كلينتون أصبح لديها الآن 265 صوتا في المجمع الانتخابي، 260 صوتا في المجمع الانتخابي لدى هيلاري كلينتون مقابل 165 مندوبا لدونالد ترامب. كلينتون تمكنت من ضم ولاية نيو هامشير التي لديها أصوات 4 مندوبين فقط، وهي تحتاج لولاية واحدة بحسب الاستطلاعات للفوز بالرئاسة، مثل ولاية مينيسوتا التي تضم 10 مندوبين، وهي متقدمة حتى الآن في هذه الولاية بواقع 4 نقاط، أي 44% لهيلاري كلينتون و 40% لدونالد ترامب. أما مينيسوتا وحدها كافية حتى بدون أوهايو أو فلوريدا مشاهدينا، أو الولايات الحاسمة الأخرى الظاهرة هنا باللون الأصفر. أثارت ملابس ميلانيا ترامب زوجة المرشح الجمهوري في المناظرة الرئاسية أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية. النسخ من هذه الملابس، ملابس زوجة ترامب، اختفت من على الإنترنت بعد أن أعلنت عدة متاجر إلكترونية أن ظهور ميلانيا ترامب بها أدى إلى ارتفاع المبيعات إلى حد أنها بيعت جميعها.
إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من السباق الرئاسي، انتظرونا غدا والمزيد من المتابعة لأخبار السباق. إلى اللقاء.